فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. I witness that there is no God but Allah, and I witness that Muhammad is his prophet. El Salamu Alaikum. أما الذين يقولون القرآن كتاب هداية لا دخل له بالعلم، ففي الحقيقة يقولون حقا وتزل قدمهم في أمر آخر. نعم، الكتاب القرآن كتاب هداية، ومن هدايته أن يكون فيه الحجج الكافية لإقناع العلماء ولإقناع الأجيال ولإقلاع البشر على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم. لقد تكلم القرآن ووصف القرآن الكون، وفاض الخبر في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية المطهرة عن الكون. وأهل عصرنا ومنهم البروفيسور إليسون درسوا هذا الكون، فالتقى العلم البشري مع النص القرآني والنبوي في ميدان واحد. فما هي النتيجة؟ ما هي نتيجة اللقاء؟ إن النتيجة قد وعدنا بها قبل 1400 سنة. لقد أخبرنا القرآن الكريم أن فيه من الأخبار والأنباء ما لا يعلم إلا بمرور الزمن. قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. أي لكل نبأ من أنباء القرآن زمنه يستقر عنده المعنى ويتجلى فيه. وقال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. أي فيه أنباء الآن أنتم لا تعلمونها، ولكنها ستتجلى لكم بعد حين. وقال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. أي أن هذه الآيات التي كانت مسموعة للأجيال السابقة أصبح الكثير منها لنا مشاهد، فجمعنا نحن في عصرنا في الآيات الكونية بين السماع من النص القرآني والمشاهدة من الواقع الكوني، فكانت النتيجة أن تبين لنا وللكافرين، ازداد المؤمنون بيانا وإيمانا بأن القرآن هو الحق. وأما الذين لا يعرفون القرآن، وأما الذين لا يؤمنون بالقرآن، وأما الذين لم يصل إليهم الإسلام، فإن هذا طريق قوي لتبين أن القرآن هو الحق. وهذا الذي حدث للبروفيسور إليسون، عبد الله إليسون.